إذن كما تابعنا معكم، رحب حزب حماة الوطن بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار عفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم. ويؤكد الحزب أن القرار يأتي في ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع المصري. ويشير حماة الوطن إلى أن استمرار قرارات رئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي يأتي لتعزيز الاهتمام الرئاسي بملف حقوق الإنسان انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية. ويؤكد الحزب أن التوسع في قرارات العفو الرئاسي هو استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لا سيما خلال جلسات الحوار الوطني التي ارتكزت على ملف حقوق الإنسان. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن. أهلا ومرحبا بك معنا، تابعنا البيان قبل قليل والترحيب بقرارات العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم. برأيك ما هو تأثير هذا القرار بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم الآن في هذا التوقيت؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهدينك الكرام. الحقيقة أنه ما تم اليوم من إطلاق سراح 600 من المحكوم عليهم وما قامت به القيادة السياسية في هذا الشأن هو دعما للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، وكان حماة الوطن من أوائل الداعمين في إطلاق هذه الاستراتيجية نظرا لملف حقوق الإنسان الذي طالما كان يتغنى به كثيرون ضد الدولة المصرية بشكل أو بآخر. ولكن مع ما تم مناقشته في الحوار الوطني وما تم الاتفاق عليه من خلال القوى الوطنية التي شاركت في الحوار الوطني في هذا الملف تحديدا، والانعقاد الأخير فيما يخص ملف حقوق الإنسان وما يخص الأحكام وما يخص تجديد فترات الحبس الاحتياطي وما إلى ذلك، أعتقد أن الدولة المصرية تبعث برسالة هامة إلى العالم جميعا أن ملف حقوق الإنسان واستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية التي أقرتها الدولة المصرية هي ملتزمة بها وملتزمة بخطوات ثابتة لا تحيد عنها. هذا ما أيده الذي ذكر في منطوق الخبر الذي يخص حزب حماة الوطن. نعم. أخيرا دكتور عمرو، تحدثتم في البيان عن أن هذا القرار يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع المصري. كيف تحقق قرارات العفو الرئاسي الاستقرار في المجتمع؟ أولا منطق الاهتمام بحد ذاته بهذا الملف، منطق الاهتمام بالمحكوم عليهم ومراجعة ملفاتهم، منطق الاهتمام بأن يكون هناك خطوات جادة وواضحة وصريحة في هذا الملف، كل هذه إشارات كان يتحدث عنها البيان وأشار إليها البيان أن هذا ما يساعد على تنمية السلم المجتمعي وما يساعد على احتضان الدولة المصرية لأبنائها بكل اختلافاتهم وكل طوائفهم، وهذا ما أيده البيان وما أقره الواقع في إطلاق 600 من سراح المحكوم عليهم في هذا الأمر. الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.